نوفل توتال هوم كونسبت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا كل عام وانتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات الأعمال. مشاهدينا رحب فيكم في برنامجكم نعمة دائمة، نعمة دائمة وإن شاء الله دائمة. اليوم عندنا الكثير مشاهدينا، عندنا طبعا انتم تحبون الأفوكادو أكيد، فاليوم عندنا عصير الأفوكادو وعندنا اليوم سلطة فيها نفس الشيء الأفوكادو. طبعا بالإضافة عندنا اليوم الوجبة الرئيسية، الوجبة الرئيسية هي عبارة عن أسود وأبيض. تابعونا عشان تعرفون أو تكتشفون إيش هو الأسود والأبيض. طبعا الحين راح أبدأ بالعصير. عصيرنا اليوم مثل ما قلنا عصير الأفوكادو، بس مع إيش؟ مع التوت. اليوم عندنا الأفوكادو، طبعا أنتم تحبون الأفوكادو مشاهدينا، الكل يحب الأفوكادو، عصير الأفوكادو خاصة. الطريقة معها التوت، بها الطريقة طبعا الألوان مثل ما انتم شايفين، الوان جدا. طبعا اللون هذا ناقصه شيء واحد مشاهدينا، ناقصه الابيض على اساس تكتمل عندنا العلم، صح ولا لا؟ العلم الغالي. صحتين وعافيه مشاهدينا. الحين راح ابدا اعمل السلطه. سلطتنا لليوم مثل ما قلنا فيها افوكادو، وفيها طبعا الفلفل الالوان وبصل اخضر وزيتون الابيض والاسود، ومعها البصل الفرنسي اللي هو اللؤلؤ او البيرل اونيون. في عندنا طبعا الطماطم، براعم الطماطم الاصفر والاحمر، ومعاها الانبه او المانجو. وطبعا ما ننسى نذكر ان عندنا اللي هو السالمون، سمك السالمون المدخن. طبعا سمك السالمون المدخن مشهور معروف طبعا مثل ما انتم شايفين. نشوف المقادير على الشاشه مشاهدينا ونرجع نخلط السلطة. الحين مشاهدينا بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة راح أبدأ بخلط السلطة. حطينا الفلفل الألوان، البصل الأخضر، عندنا هني الأفوكادو نقطعها. طبعا احنا خليناها في مي وعصير ليمون، ضفنا لها شويه عصير ليمون لسبب على اساس ان هي ما تسود، لان احنا قطعناها قبل.
طبعا طريقة تقشيرها هذه تصير إن هي تتقشر مثل البرتقال، أو إنه إحنا إيش نسوي؟ نقدر نشيل بهالطريقة. بهالطريقة وبعدين تكون طريقة سهلة. ونقشرها بهالطريقة بالسكين أو بيدينا مثل ما أنتم حابين مشاهدينا. هذه كانت مجرد فكرة عن الأفوكادو. الحين راح أبدأ تقطيع الأفوكادو. طبعا الأفوكادو هي تعتبر من الفواكه، من فصيلة الفواكه، وتقدر تكون كوجبة رئيسية، تقدر تصير سلطة، عصير، مثل ما أنتم حابين مشاهدينا. تقدرون تاكلونها كذا لحالها طازجة. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا قطعنا الأفوكادو. الحين راح اضيف المانجو او الأنبة. وبعد اخلطها الحين كذي، اضيف لها شوية فلفل. شوية ريحان. شوية اعشاب. عشان النكهة. عصير ليمون. زيت الزيتون أكيد. ما ننسى الملح. نخلطها بهالطريقة مشاهدينا. طريقة جدا سهلة وبسيطة مشاهدينا. ما عليكم إلا تجهزون المقادير وتخلطونها. مثل ما قلنا ودائما نقول إنه تجهيز المقادير طبعا 70% من العمل نفسه. في هني طريقتين نقدر احنا. عندنا طبعا السالمون، نتكلم شوي عن السالمون. هذا طبعا سكوتش سالمون اللي هو من اسكتلندا، أو في النوعية اللي هي من النرويج، نوروي. طبعا في طريقتين هني، أما إني أعمل مثلا أشكال كذي حلوة وأخليها فوق السلطة، أو إنه أخليها كقاعدة. بس لازم إيش أسوي؟ لازم أول شيء أنظفها شوي، أشيل منها هاي السواد، لأن هاي الجلد، هاي تعتبر الجلد. بها الطريقة. خليها بهالطريقة. شوي جت يابسة هذه، بس عادة تكون شوي مزيتة.
بس النكهة جدا رائعة مشاهدينا، ريحتها حلوة كثير. طبعا السالمون عادة احنا بناكله مع شرائح الليمون، ونرش عليها شوية شبت، إذا عندكم شبت معها بيعطيها نكهة جدا رائعة صراحة. بهالطريقة وبعدين طبعا الحين السلطة عندنا صارت جاهزة مثل ما انتم شايفين. السالمون نفس الشيء، عندها بيض السالمون لونه جدا جميل، أو لونه جدا صراحة جميل. بيض السالمون طبعا هني أنا عندي زيتون الأخضر، مجرد إن إحنا نعمل عليه كذا إسقاط عشوائي عشان اللون. بالإضافة إلى طماطم ألوان أصفر ول، الحين نفس الشيء مع البصل، بصل اللؤلؤي هذا الجميل. ألو مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. شلونك ابو عبد العزيز؟ معك عشان ما نسيتني. من عفوا؟ ابو عبد العزيز من البحرين. او النعم، هلا اخوي، شلونك؟ ان شاء الله طيب. خليك اموركم زينه، حياكم الله باخواننا بالبحرين. خليك وسلمك. هلا والله. بس بغيت استفسر، هاي الحين السمك السلمون اللي خليته من غير طباخ من غير شيء، وشلون يعني؟ هذه مدخنه طال عمرك. ايوه مدخنه. يعني هو يجي جاهز كذي يعني؟ اي نعم، تتباع في الاسواق مدخنه. أيوة. اسمها يعني سموك سالمون. شفته في المحلات التجارية معروض مع السمك عادي يعني. ايه مع السمك بس في باكيتات يعني. ايوه يجي في باكيت يعني، غير اللي معروض حق البيع اللي هو العادي اللي مو مطبوخ او مو مدخن. هي نعم. طيب يعني هذا لو اخذته، انا بصراحة ما قد اخذته، كل مرة اخذه متخوف ما اعرف شلون اسوي، فشلون لو اخذته طازج من غير مو مدخن شلون اسوي يعني؟ اقليه عادي كالسمك العادي يعني؟ ايش هو السالمون؟ السالمون في السالمون اللي هو الطازج الفريش. ايوه تقدر تقليه، بس يعني كقلي جدا بسيط، لانه هو يعني طري وايد يعني. تعرف تقليه شوي مع فلفل، عفوا فلفل ابيض، ملح شويه، رشه مثلا اعشاب، ويعني يا تشويه تعطيه لون على في شو اسمه في المقلاه، وبعدين تاخذه في قالب من قالب الفرن وتخليه في الفرن على اساس انه يستوي داخل. السمك السالمون ما يحتاج انه يكون من طبخ 100%، تقريبا 80%، لانه عاده اذا طبخته 100% بيكون يابس، فلازم انك تنتبه على شو اسمه. لازم يعني ايش تسوي؟ او تشيله من الفرن معي وتحسس فيه شوي من فوق كذي، على اساس تعرف يعني اذا مثلا طري معي. اي معك. اوكي، اذا صار مثلا طري على نفس طراوه اللي يسمونه الابهام، هالشيء يعني مثل ما تقول. اي نعم كذي يعني معي اليد. معناته انه اوكي. اما اذا صار مثلا شو اسمه حاد كذي، معناته انه استوى زياده، تشيله من على الفرن. ايوه مفهوم. زين اخوي، تامرني بشيء؟
شكرا جزيلا شيخ، شكرا، مشكور على التواصل، شكرا، سلام لأهل البحرين. بالتوفيق إن شاء الله. من البحرين إلى الإمارات، ألو مرحبا. مرحبتين أخوي، شو أخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك، من معانا؟ عساك بخير الحمد لله تمام. الله يسلمك. ممكن تخصصنا يوم واحد بس تسوينا لحمة النور؟ لو سمحتي، من معانا؟ أم محمد من دبي. أم محمد يمكن تقصرين على صوت التلفزيون لو سمحتي؟ إن شاء الله. ممكن تخصصنا يوم بس حق لحمة النور المشوي؟ اللي هو الشوى قصدك؟ ما أسمعك. الشوى قصدك الشوى؟ هي. إن شاء الله إحنا راح نسوي على الأسبوع القادم. هو إن شاء الله إحنا بنسوي تنور هني، بنحاول نسوي تنور هني في الاستوديو. إن شاء الله بإذن الله. عشان شكرا تشوفوا. على الأكلات اللي تسويه. الله يسلمك يا رب. تسلم غالي، تسلم الغالي. شكرا شكرا، يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير. مع السلامة وأنت بخير. من إمارات إلى قطر، مجلس التعاون اليوم ما شاء الله. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يا رب، من معي؟ معك محمد من قطر. ونعم اخوي محمد، حياك الله. ايه نعم، عمانيين لكن عايشين في قطر. نعم عفوا، عمانيين من عمان لكن داخل قطر عايشين. اه كلنا اخوان طال عمرك، حياك الله. ايه الله يسلمك، بس الله يسلمك بغيت مكونات السلطه اللي حطيتها على السلمون اللي سويته قبل شوي. ايه نعم ان شاء الله بتشوف على الهواء الحين المقادير. عندك سؤال ثاني؟ لا مشكور، يعطيك العافيه. من وين؟ من قطر اخوي. وسلمك من الريان. من الريان، والنعم والنعم. كيف الاجواء هناك، حر ولا برد ولا شو؟ والله حر الجو. آه الله يعينكم والله، نفس يعني الحمد لله. احنا في عمان من السويق. الله يسلمك. والنعم والنعم اهل السويق. الله يطول في عمرك، ما تقصر يا اخي. احسنت احسنت، بارك الله فيك، شاكر اتصالك. مشاهدينا نشوف مقادير السلطه هذه، سلطه السالمون مع الافوكادو والمانجو. مشاهدينا رجعنا لكم بعد المقادير اللي طلبنا طلبها اخونا محمد من قطر الشقيق. هاي السلطه سلطتنا لليوم اللي هي السالمون مع الافوكادو والمانجو والالوان هذه الجميله الحلوه. هذه اللي حطيتها فوق مشاهدينا، هذه جبنه الماعز. جبنه الماعز هذه مشهوره كثير وطيبه، يعني تقريبا متشابهه بجبنه الماعز اللي هي الكامل اللي عندنا في عمان. مشاهدينا راح نطلع فاصل قصير ونرجع عشان نعمل الشوربة، انتظرونا. برنامج برعاية نوفل توتال هوم كونسبت. البيلسان هو شغف عماني رأى النور بكل إصرار وعزيمة ليأسركم بمذاقه الرائع. قدموها لأحبائكم ودعوها تعبر عنكم. البيلسان، كل قطعة تحمل رسالة. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أبو الولد، ما أروع طعم الشجاعة. غنية بطعم القشطة الشهية، مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن. من عبق التاريخ وروح الأصالة يأتيكم شاي كرك ليضيف المذاق إلى مساءاتكم. والآن تذوق الشاي على طريقة آيس كريم ماما بنكهة شاي كرك. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشاهدينا رجعناكم بعد فاصل قصير وبرنامجكم نعمة دائمة. الحين راح أبدأ بعمل شوربة، شوربتنا لليوم شوربة اللي هي القرنبيط. مشاهدينا نشوف المقادير ونرجع. بعد ال شفت المقادير على الشاشة، أتمنى تكونون كتبتوا المقادير على السريع. اللي ما لحق يقدر يتصل فينا مشاهدينا ويكتب المقادير. طبعا مقاديرنا جدا سهلة اليوم، إذا ملاحظين احنا شوي مكثرين بالخضار اليوم، يعني يمكن في مناسبة قريبة جاية وشيء كذي، واللون الأخضر يعني عزيز على قلوبنا، الأخضر والأحمر والأبيض. ف المقادير كالتالي مشاهدينا: الكرفس والكرات والكرفس مع بعض، حطينا شوية مرق الخضار هنا، هالطريقة، وبعدين نضيف لها شوية بصل، طبعا الشوربة هذه يعني لها مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي نحن نطبخ الخضار اللي هي الكرفس والبصل والكرات مع بعض، مع شوية مرق خضار، نضيف شوية مرق خضار. طبعا احنا مثل ما انتم شايفين مشاهدينا بهالطريقة. طبعا احنا سلقنا قبل القرنبيط، ما راح نطبخها مع الخلطة هذه، راح نخليها بروحها، راح نحطها في مع الخلاط، ماشي، نخلطها في الخلاط وبعدين راح نضيفها مع الخلطة هذه اللي هي الخضار المطبوخة. الحين ايش راح اسوي؟ راح اخلط القرنبيط بروحها زي مشاهدينا، وبعدين خلنا نشيل منها شوي. خليهم هذول يستوون راحتهم، واحنا هني بنضيف مرق الخضار بهالطريقة.
ونخلطها. طبعا ما سألتوني ليش عملت هالطريقة، لأن مشاهدينا بيحافظ على لون الأخضر الجميل هذا. إذا طبختها مع المكونات هذه طبعا اللون الأخضر هذا الجميل راح يختفي. فعسلت فيها، أنا سلقت الخضروات يعني القرنبيط هذه قبل البرنامج، الطريقة. الحين ايش راح اسوي؟ راح اجيب عنطيحي. اوكي يلا حار شوي. الحين اخلط هاي الخلطة المكونات هذه. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا اللون اخضر جميل. الحين راح اضيف قرنبيط هني. شايفين اللون الاخضر الجميل مشاهدينا؟ هذا اللي ما كنت اريد افقده صراحة، حلو للعين يعني اللون الأخضر حلو للعين. طبعا خليها تقريبا الشوربة تستوي لمدة 5 دقائق تقريبا أو من 5 إلى 7 دقائق، وبعدين نغرفها ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حالك أخوي؟ الحمد لله، الله يسلمك، حياكم الله. من معنا؟ معكم جاسم من جعلان. أم جاسم من جعلان. أيوه. حياكم الله أهل جعلان، كيف حالكم؟ الحمد لله يعطيك العافية. كل عام وأنتم بخير. لو تورينا تشتريت معجنات باستخدام البلاش والباستري. صوتك ما واضح طال عمرك، عيدي لو سمحتي. تشكيل المعجنات الحلويات باستخدام الباستري، العجنات الجاهزة هذه البلاش. أيوه. هي نعم ان شاء الله ان شاء الله. الباف بيستري ان شاء الله راح نشتغل عليها، والقلاش ان شاء الله. كل هذا ان شاء الله راح نشتغل عليها ان شاء الله بالعشر الاواخر باذن الله تعالى. سؤال ثاني. جزاك الله خير، يعطيك العافيه. شكرا العافية. شكرا ام جاسم، يعطيك العافيه. الو مرحبا. الو الو مرحبا. الو مرحبا. من معانا؟ عفوا ابراهيم. ام منو عفوا؟ ابراهيم. ابراهيم والنعم فيك، من وين تكلمينه؟ من النخل. من النخل، حياكم الله. أيوه. النخل حياكم. اقول لك تفضلي. ابد لازم مرق الخضار مع الشربه. ايش عفوا؟ مرق الخضار ايش فيه؟ لازم يعني مرق الخضار مع الشربه، ما يستوي معاها مي؟ يصير معاها مي. ليش مرق الخضار او مرق الدجاج؟ لانه بيعطي تعطيها نكهه شو اسمه جميله صراحه.
تقدرين تستخدمين مرق المي. مرق الخضار كيف؟ انزين مرق الخضار في عندك طريقتين، طريقتين مو طريق، طريقتين. الطريقه الاولى انك انت تاخذين الجزر والكرات والكرفس والبصل والثوم، قطعيهم عشوائي مع المي وتغلينهم. طيب الو تقدرين، راح الاتصال. الخضروات هذه كلها نغليها او نطبخها، هني راح تعطينا مرق الخضار. نقدر نضيف عليها شويه مثلا اذا حابين كزبره، فلفل اسود، حب، نضيف لها نكهه اللي هي القرنفل، مو مشكله. طبعا بتعطينا نكهه جميله. واحنا نخليها هذه ايش ما يبغينا ان احنا نطبخ مثلا بمرق الخضار، ناخذ منها هذه. طيب وفي طريقه ثانيه السهله، نقدر نشتري هالمكعبات الموجوده في الاسواق، وفي يعني انتم شوفوا ايش حابين تسووا وكل شيء ماشي. ونقول الو. عليكم. وعليكم السلام ورحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. لو سمحت أيوة، يمكن الصبحي. لو سمحت يا اختي يمكن بس تقصرين من صوت التلفزيون. ايوه معك زوينه الصبحي. اهلا زوينه الصبحي، حياك الله اخت زوينه. من وين تكلمينا؟ لو سمحت اريدك تعلمني طريقه الكنافه بالمهلبيه. كنافه بالمهلبيه؟ ايوه كنافه. أيوة. بالمهلبيه طريقه. أيوة. شاميه هذه. طيب اخت زوينه، اسمك زوينه؟ زوينه. أيوة. اخت زوينه، ان شاء الله احنا قلنا 10 الاواخر ان شاء الله رايحين نعمل هذه الحلويات هذه، ان شاء الله تتابعينا وحاضرين طال عمرك. سؤال ثاني؟ ايوه لو سمحت. تفضل. اريد رقمك الخاص. رقم اذا يمكن. ان شاء الله في الكنترول، ان شاء الله تواصلي مع الكنترول راح يعطوك رقمك الخاص. طبعا الرقم لا تعطوه لغايه ما تدفع، مو ببلاش الرقم. شكرا على اتصالك يا زوينه، شكرا. مشكور. يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. مشاهدينا احنا انا الحين قاعد اشيل الشوائب للقرنبيط بهالطريقه. فهني طبعا في طريقه تقدرون مثلا تسكبون الكريمه فيها وتكون شوي افتح، لون افتح، او تقدرون مثلا تخلون الكريمه على اخر شيء وضيفوا لها بس مجرد شوية لمسة خفيفة من الكريمة. طبعا الشوربة صارت جاهزة مشاهدين، الحين راح أغرف. مثل ما أنتم شايفين لون أخضر جميل. الكريمة فوقها كذا بالطريقة، ومعها الخبز، خبز محمص. ناخذ سكينة. ايش نسوي؟ صحتين وعافية. هي هذه الشوربة، شوربتنا لليوم مشاهدينا. راح نطلع فاصل قصير وراجعين. برعاية نوفل
Total Home Concept. الطريق إلى الفوز تمر بي. معلومات عامة، حظ، تخطيط. العقرب. طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. مشاهدينا حياكم الله في برنامجكم برنامج نعمة دائمة. الحين طبعا عندنا الوجبة الرئيسية اللي هي اللي احنا قلنا في البداية، قلنا الأسود والأبيض. طبعا نشوف المقادير عشان تعرفوا وتابعونا عشان تشوفوا ايش هو الأسود والأبيض. شوف المقادير ونبدأ. مشاهدينا رجعنا بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة، يمكن عرفتوا شنو هو الأسود والأبيض. خلينا نتكلم عن الأسود والأبيض. أسود والأبيض مشاهدينا عندنا معكرونة اللي هي تاغلاتيلي. تاغلاتيلي الأسود، تاغلاتيلي الأبيض. طبعا تاغلاتيلي الأبيض لونها أبيض. هذه طبعا هالكاميرا، طبعا هذه اللي هي العادية اللي هي ألوانها ألوانها العادية، نعم، اللي هي بالسميد. وهذه السودة هي هذه اللي عاملة ضجة صراحة في السوق. يبون يعرفون شنو هذا. طبعا تاغلاتيلي الأسود هذا عبارة نفس تاغلاتيلي هذا، بس هاي طبعا مزايدين عليه شيء أو حاطين فيه شيء. تعرفوا إيش حاطين فيها مشاهدينا؟ حاطين فيها اللي هو حبر من الحبار. الحين طبعا الحبر ومن صار له تقريبا يمكن اكثر من 30 سنة صاروا يضيفون الحبر بالاكلات، يعطوها نكهة. طبعا ياخذون الحبر من سمك من الحبار وبعدين يفوحونه شوي ويشيلوا منه، يصفوه
بعد ما يصفوه يخلطوه مع الخبز لما يعجنون الخبز أو مع الباستا، يعطيها مشاهدينا نكهة جدا جميلة. طبعا اليوم فهذا هو الأسود والأبيض، فعرفتوا شنو هو الأسود والأبيض مشاهدينا. الحين راح أبدأ بالصلصة تبع الأسود والأبيض. طبعا حطيت هنا بصل، ثوم، بهالطريقة مثل ما انتم شايفين. وبعدين راح اضيف الهامور والربيان مع بعض. بهالطريقة الحين راح أضيف شوية أعشاب معها الفلفل إنه مكالمة. ألو ألو ألو، مرحبا. حيا الله. مرحبا، السلام عليكم، من معانا؟ شيف عيسى. حياك الله، من معانا؟ محمد جميل زايد السادس. محمد منو عفوا؟ محمد جميل زايد السادس. والنعم اخوي، من وين تكلمنا؟ والله كلمت من نفط حاليا. حياك الله اخوي، تفضل. بس لو سمحت بغيت رقم جوالك. ان شاء الله اخوي، غرفة الكنترول راح يعطوك ان شاء الله الرقم. شكرا، يعطيك العافية، احسن. مكالمة ثانية. ألو، مرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة، حياكم الله. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يسلمك. من معانا؟ أم حور. أم حور، حياك الله أم حور، من وين تكلمينا؟ من سيب. من سيب، سكر حليب. حياكم الله. بس بغيت أقول ليش ما تنوعنا تحط لنا معجنات؟ إن شاء الله، قلنا إحنا بنخصص لأن الوقت ما يمدينا. أم حور، ساعة في البرنامج، وايد شغلات، الحلويات بتاخذ وقت، وانتم يعني ما شاء الله عليكم، وانتم ما شاء الله عليكم يعني معجنات يعني. عفوا؟ احنا نريد معجنات يعني، تحط لنا تنوعنا في معجنات. ان شاء الله ان شاء الله. عندك شوربه، مركز على الشوربه اكثر شيء. اي نعم، احنا ان شاء الله معجنات والحلويات هذه خصصناها 10 حلقات، 10. زين، بس حبيت اسال عن عجينه الفلافل. عجينه الفلافل انا اسويها يعني، لكن مشكلتي يعني من برا يعني تحسها يابسه وزي، لكن لما افتحها احصلها انها رطبه داخل، تكون رطبه. ايوه. انت تعملينها بايش، بالفول ولا بالحمص؟ لا لا، بالحمص. بالحمص. ايش بتحطي فيها؟ بتحطي فيها كربو ايش يسمونها، كربو، ايوه الكربونات هذه، كربونات الصوديوم. ايوه. بتحطين فيها؟ حطيت معاها. طيب ايش بعد تحطين فيها؟ البقدونس والكزبره، كل شيء حاطط له، لكن هي يعني ما اسويها من ضبطه، لكن ما افتحها احسها يعني ما جاي يابسه كما اللي نشوفه في المطاعم. اها طيب، ما ادري يمكن عندك المقادير، انا راح اجيب المقادير الصحيحه. تابعينا حلقه بكره. طيب تمام، بكره حلقه بكره تابعينا، انا راح اجيب المقادير الصحيحه. زين، واخوي بغيت رقم المطعم ان شاء الله، الكنترول راح يعطونك رقم المطعم. تمام، مشكور، يعطيك العافيه. شكرا، شكرا على الاتصال. الحين احط شويه مرق الخضار. اضيف لها شويه هني صلصه الطماطم.
الطريقة. نضيف ملح طبعا. طبعا مشاهدينا ذكرت العلم، طبعا احنا بكرة ان شاء الله السلطنة راح تحتفل بالعيد الوطني 43 ان شاء الله بيوم النهضة، يوم النهضة ان شاء الله 43 ان شاء الله، نرفع اسماء ايات التهاني وتبريكات الى مقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ابقاه الله، وللشعب العماني ونقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله بالمزيد من الخيرات إن شاء الله لعمان، والله يديم النعم لعمان إن شاء الله. بهالطريقة مشاهدينا، طبعا أقول لكم على السر بس لا تخبرون أحد مشاهدينا. وين الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ أقول لكم على السر لا تخبرون أحد. تعالوا شوي، تعالوا. الأكلة هذه لما أسويها مثلا ما بحد يكون جنبي، لأن أكون أناني مع الأكلة هذه، هاي أكلتي المفضلة مشاهدينا. شكرا. السر، السر، السر. المصورة لو سمحت أنت حطي شو اسمه، لا ما سمعتي صح؟ أوكي طيب، يعطيك العافية. أوكي. بهالطريقة. نضيف لها شوية كزبرة إذا حابين، يسمونه حبق، فريش، ريحان أو بقدونس. نضيف لها شوي عشان الألوان، عشان جدا لذيذة، جدا جدا. الحين مشاهدينا مثل ما أنتم شايفين الكاميرا بس على هذه عشان بس أغير لونها، اللون راح يتغير بهالطريقة مشاهدينا. الصلصة هذه بعد ما حطيت الكريمة عليها صارت اسمها بينك صوص، اللي هي الصلصة الوردية. شايفين؟ لونها تغير، صار لون جميل. احنا طبعا الصلصة صارت جاهزة عندنا، ايش نسوي؟ خليها ترتاح هني، نقولها ارتاحي، ونغطيه شيء على اساس انه الريحة ما تروح عند الجيران. احنا صح يعني كرمة وكذا، بس مع هذه اسمحوا لي يعني احاول اني اخبي الريحة، اخبيها على اساس الجيران ما يشموا ويجوني. الو مرحبا. الو مرحبا. عليك السلام. وعليكم السلام ورحمه. من معانا؟ لك عندك ام محمد. ام محمد كيف الحال؟ من وين تكلمينا ام محمد؟ من الوسطى. من الوسطى؟ ايه. وين في الوسطى؟ والله يا خصوص دقم. من دقم؟ والنعم اهل دقم. كيف حالكم؟ كيف الاجواء عندكم؟ والله جو زين الحمد لله. شيء اسماك هناك عندكم؟ الحمد لله. الحمد لله، ما جبتوا لنا شيء من هناك؟ عندنا الاسماك، عندنا لينوف بارده. ما اسمعك بوضوح. عندنا الجو بارد، عندنا الاسماك. ما شاء الله، حلو حلو، الله يهنيكم ان شاء الله. تفضلي يا ام محمد. هنينا وهنيك العافية. دام فضلك بس باقي توصف لي، عندي ضيوف اليوم، بغيت توصف لي عجينة لا إله إلا الله الحمد لله. عجينة قولي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة ايش هي، مع المالح او مع الحلو؟ لا لا خليت النحل، خليت النحل عجينتها والبيتزا. عجينة البيتزا؟ البيتزا وخلية النحل.
طيب ام محمد ايوه معلش تاخذي رقمي من الكنترول واتصل فيك انا وتتصلين فيني اعطيك اياها المقادير لانه شوي بتاخذ وقت ومراحل طيب يعني ما اقرا انت بتعطيني المقادير على الشاشه ما اقرا لا لا بعد الهواء بعد البرنامج بتصل فيك او تتصلين فيني طيب اعطيني كيف حولني للكنترول اي نعم غرفة التحكم بياخذوا رقمك وانا بتصل فيك بتواصل وياك بعد ربع ساعة ان شاء الله بعد ربع ساعة ان شاء الله بيتصلون فيك او انا بتصل فيك ان شاء الله ان شاء الله شكرا ام محمد مثل ما انتم شايفين مشاهدينا طبعا هي احنا سلقناها قبل بهالطريقه انا احب العب شيء بستمتع صراحه مشاهدينا في ناس يمكن شوي تقرف من هذا بس هذا مطبخ مشاهدينا واحنا بنحب ان احنا شو اسمه بنستخدم القفازات بس مو في المطبخ الساخن عاده نستخدم اللي هي الملاقط هذه مثل هذه وينها مثل هذه بهالطريقة الحين أضيف لها شوية زبدة سويت الأسود أول عساس لسبب ليش أنتوا قولوا لي مشاهدينا ما سويت الأبيض سويت الأسود أول شيء على أساس أنه هي راح تكون في القاعدة في الصحن كقاعدة يعني وبعدين راح اسوي الابيض راح تيجي فوق شو اسمه وبعدين الصلصه هذا الصحن الحين نجيب الأبيض النهاية نحط الصلصة فوقها شيء
وعندنا البارميزان تشيز. نضيف لها شوية كتازين. مشاهدينا هي هذه الأسود وجبتنا الرئيسية، الأسود والأبيض طبعا، الروبيان مع الهامور مع صلصة لونها وردي مع التاجلاتيلي بنكهة الحبر والتاجلاتيلي العادية. اليوم بدينا بشوربة الأفوكادو مع التوت، وبعدين عملنا شوربة ولا قلت عصير؟ لا اوكي نعيد. اليوم عملنا ما ادري الصوم شوي صعب اليوم عطش. عملنا عصير الافوكادو مع التوت، وبعدين سلطه اليوم كانت سمك السالمون مع الافوكادو والمانجو وجبنه الماعز. وشوربه اليوم هي عباره عن شوربه القرنبيط مع الكريمه. مشاهدينا اتمنى ان نكون قدمنا حلقه جميلة استفدتوا منها إن شاء الله، وكتبتوا المقادير واللي تواصلوا معنا يعطيهم ألف عافية ونشكرهم وقولهم كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا بكرة حلقة جديدة عن اليوم الوطني، يوم النهضة. مشاهدينا تابعونا حلقة بكرة إن شاء الله وشوفوا أشياء جديدة. أتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا كل عام وأنتم بخير ومع السلامة. هذا البرنامج برعاية